الفوضى التي حدثت قريباً من هنا؟ لا تخبريني أنهما كونغ ولوقا مجدداً. بل تاجران آخران يتعاركان للحصول على متجر بالقرب من المذهب. يصدر بنا العثور على بعض القصب الموجود هناك. سأريك طريقة صنع سوار. سنحتاج عندئذ إلى محاكاة كل الحسابات المشتقة وفقاً لذلك. لست متأكدة من سيرهم على المسار الصحيح هذه المرة. حسب لا يسمح برموسة في الغالب بأن تعترض تفاصيل طريق التقدم، لكن أشعر بأن نهجهم يفتقر إلى البراعة هذه المرة. عاد ذلك الزميل البيزنطي الذكي ابن لوقا بالأمس. لن يدعني أحظى بالسكينة حتى أنتهي من تدوين جميع معادلات الميكانيكية. يظل يستعرض كلمتي الأجيال المقبلة والدقة. أحتاج إلى قناة لصناعة الخزف، ولكن أعلمني إذا رأيت بيوتاً مناسبة بالقرب منك. نحتاج حقاً إلى مغادرة الحربية. ليرحمه الله، منذ أن فارقت زوجته الحياة ووالدانه. حذاري من رئيس الخدم. وافق أخيراً على شرح طريقة عمل ذلك القائد الآلي لي. يقول إنه يحل مشكلة الاحتكاك التي كنت أواجهها مع طاحونة المائية. باسم تعال. كان علي توقع حضورك يا كونغ. أنت تعرفني، تعال لنتحدث. إن لدي ما أطلبه منك. هل تعرف أي شيء عن الخازن؟ شخص يعمل لصالح الخلافة. الخازن؟ أعرف شيئا في الواقع، لكن كما تعرف من المؤلم الإفصاح عن المعلومات الثمينة بلا مقابل. ما العمل الذي تريده الآن؟ تعرف ما يدور في ذهني بالفعل، صحيح؟ كما ترى أيها الحسون الصغير، دائرة المال ليست مجرد حدث مهم للطبقة العليا من الكرخ، بل للصوص أيضاً. هل أخذ أحد شيئاً منك مجدداً؟ صحن فنجان خزفي ثمين أخذه لوقا، لطالما كان يغار مني. أين مكانه في اعتقادك؟ عرفت أنني سأعتمد عليك أيها الحسون الصغير. ستعثر عليه في الصناديق قرب متجره. سأعود بعد قليل. لقد أخذوني طفلة، ولا ينجو الكثيرون ليتمتعوا بحريتهم. أفتح الطريق. أيستحق الأمر المجازفة حقا؟ لو استطعت لقايضتني حياتي. ليس الخازن من الصنف الذي يقدر التأخير. أكرر، الخازن. ليس الخازن من الصنف الذي يقدر التأخير. أكرر، الخازن. لا
ليس شيئاً نستعجله يا سيدتي. ذلك لن يسر الخازن ولن يسرني. أعرف ابتكار العطر عملية معقدة، ونحن نبذل قصارى جهدنا. قصارى جهدكم غير كافٍ. تعالي لنتحدث في مكان آخر، للجدران آذان. تلك المرأة ذكرت الخازن، يجب أن أنتبه لما يقال. لدى الخازن ولع بالقناع كما تعرفين، ليس هناك أكثر منه تعاسة عند ضياع 3 دستات من القوارير. مع توقف الميناء عن إمدادنا صار الإنتاج بطيئاً يا سيدتي. بعض الحوادث هناك قد جعلت أيضاً وضعنا صعباً. لا تترقبوا تلك القافلة من جند حمص في أي وقت عما قريب. أنت لا تخبرينني بالضبط ما الذي ينقصنا. إنه لست متأكدة بأيهما. الدم عنصر أساسي في الرائحة، إنه ما يجعل عطر القناع مميزا، لابد أن نحصل عليه. سأتحدث إلى الخليفة وأرى ما يمكنني عمله. سيتعين على الخازن انتظار العطر. هذا العطر على خطابات جاب الضرائب، لقد ظننت أن رائحته تشبه الحديد. أكانت دماء؟ قد تكون هذه المرأة من المقربين للخليفة، إنها تعرف الخازن، لابد أن أتحدث إليها. السلام عليكم يا سيدتي. وعليكم السلام. لم يسعني سوى سماع بعض الحديث يا سيدتي بشأن العطر. ليس من اللباقة أن تسترق السمع، ولكن لأنك معجب سأعذرك. اسمي قبيحة، المرأة وراء القناع. له رائحة فريدة، ورد وعسل وخشب صندل، وإذا كنت قد سمعت قطرة من الدماء. دماء؟ كان ينبغي أن أخمن، ظننت أنها ربما كانت رائحة حديد. يولد الدم من الحديد، أليس كذلك؟ لكن بسبب ذلك الجزء يصعب إحضار كميات كبيرة. إذا كان حصرياً إلى هذه الدرجة فلابد من كونه رائجاً بين رجال الدولة. أظنني شممت رائحته بالقرب من الخازن. نينغ تستعمل القناع، إنها مفتونة تماماً بسحره الغني كحال العديد. شيء غريب، لا تبدو كشخص يهتم بفن العطور. ليس من الحكمة أن تحكمي على شخص من مظهره. بالفعل، هل ذكرت اسمك ولم أسمعه؟ باسم. باسم، يجب ألا أضيع وقتك أكثر من ذلك. أتمنى لك وقتاً رائعاً في دائرة المال يا سيدتي. الخازن امرأة إذن؟ واسمها نينغ؟ يريد مني أبو جعفر تعقب طبيب إغريقي في الإسكندرية. يبدو أنك أخبرني المعلم بالثمن الذي يمكنني شراء حريتي به، بضع سنوات أخرى وسيتحقق ذلك. اضطررت إلى شق طريقي خلال الزحام وأنا في طريقي لرؤية شرطي المحتسب. تاجر العبيد ذاك في السوق، صاحب العين المجروحة، هو الذي كبلني طيلة تلك السنين الماضية. كنا في 30 من عمرنا تقريبا عندما غادرنا قريتي. لم يتمكن من الوصول إلى المدينة إلا 12 شخصا منا. الخزري الأصلع الذي هرب الأسبوع الماضي غرق خلال محاولته عبور نهر الصلاة، وهو لا يزيد عمقه على 2 أذرع. وجد من الصعب أن يظل طافياً
وحذاء سيده على عنقه. ننضم إليهم بعد حلول الظلام ونستمع إلى الموسيقى والشعر بين الحريم. تعلمنا الزوجة الأولى طريقة الإنشاد وتنشد بنفسها إنشاداً جميلاً. إذا كانت تتمتع أي فتاة بصوت جميل، سواء أكانت أمة أم لا، فإنها تتكفل بها بنفسها. يجب أن يستغني الشخص باللحظات الهادئة في الحياة، الاستماع إلى زقزقة العصافير في الربيع، أو استنشاق رائحة الأزهار في الهواء، أو الاستدفاء بنار هادئة في ليلة شتوية، أو ملاعبة. لستة أسابيع على الأقل. أضرب النيران في حذائي على بعد 30 خطوة. الخزر أقوياء الطبع، لا أقصد التباين. لابد أن هذا هو المتجر الذي أشار إليه كونغ. لنبحث الآن عن ذلك الصحن. Thank you.
أثق في أن كونغ يمتلك صحنا كهذا.
ربما سيخبرني الآن بما يعرفه عن الخازن. نشاط مريب فوق الأسطح. أهلا، انظر إلى بضائعي يا صديقي في الطابق العلوي. هناك أشياء لم ترها في بغداد من قبل، قطع أثرية صينية غريبة هنا فقط، ليس بأي مكان آخر. لا تكن خجولا، اقترب واندهش من مختاراتي في الطابق العلوي. السلام عليكم، هل ذكرت قطعا؟ نعم يا صديقي، مرحبا بك، ستجد شيئا مثيرا للاهتمام هنا بالتأكيد. هل ترغب في المصوغات يا صديقي؟ يوجد لدي هنا حلي من أقاصي الشرق في المزاد، زهريات نادرة، فناجين شاي متقنة، لكن أميزها دبوس الشعر هذا، آية من الجمال، حتى إن الخازن سأل عنه. أين دبوس الشعر؟ أين هو؟ سيطرح للبيع في المزاد، إذا أردت شراءه أحضر كيسا مليئا بالنقود. دبوس شعر من الشرق، لابد أن هذا هو الغرض الذي كان الكلول يبحث عنه للخازن. لابد أن أبحث عنه في المزاد. سلاما يا صاحبي، سعدت بلقائك. لنرى البضاعة. من فضلك ألقي نظرة. درع جيد الصقل، فخر أي محارب سليم العقل. أخف وأقوى وأفضل. شكرا لك. لا شيء آخر؟ يجب أن أنصرف الآن. رحلة آمنة. هل أبدو مخلوقة من الدنانير الذهبية؟ آه،
حدث أن رازيان وشي لم أمشي كل تلك المسافة من باب قطرة هل حتى أتعرض للإهانة إليك ينجح الحسون الصغير في توصيل الطلب ثانية هذا ما احتجت إليه بالضبط لاستكمال مجموعتي ظننت أن هذا يخصك صار كذلك الآن على أي حال أصغي جيدا كنت أشرب شاي الظهيرة المعتاد فسمعت سيدتين تتحدثان عن استيفائهما طلبا لدائرة المال لقد صنعوا رداء جميلا للخازن بتطريز شرقي معقد انتبه إلى ذلك زي شرقي شكرا يا كونغ الخازن ذمي من الشرق على الأرجح سيبدأ المزاد قريبا دفعت بالفضة فسيكون بيننا قرب رحل بطريق ستضع طفلها الرابع وستحتاج إلى المساعدة لبضعة أشهر دون شك مرحبا السلام عليكم يا ساس نيهاو هلو موعدنا السنوي يحين مرة أخرى لتلبية أشواطكم والإنصات إلى رغباتكم وشراء ما أظهره الله لنا يسعدني أن أرحب بكم جميعاً أيها المبجلون في مزاد دائرة المال السنوي يتصدر قائمتنا الحصرية والآسرة من المتفرقات الغريبة تمثال مذهل من بلاد الهند إنه مصنوع من العاج على يد أمهر الحرفيين وسيشكل إضافة مثالية لأي بيت ماذا لدينا؟ مزايد واحد بالفعل بل اثنان لننادي مرة مرتين ثلاثة هل من أحد يود المزايدة على ذلك السعر؟ لا بيعت أصبحت من نصيب هذه السيدة الجميلة أما بعد فلدينا جمال سماوي فريد من نوعه دبوس الشعر هذا من الشرق انظروا إلى التفاصيل على التنين غرض مثالي للاقتناء بل والأفضل إهداؤه إلى صديقة تعرفونها حسناً كم تساوي هذه القطعة في رأيكم يا أصدقائي؟ واحد إلى الخازنة التي باركتنا بحضورها نينغ الخازنة اثنان أهناك شخص آخر؟ لدينا ثالث هناك ويحي اثنان يتصدر المزايدة مجددا ماذا ستفعلوا يا رقم ثلاثة؟ إلى أي مدى تريدون هذا يا أصدقائي؟ استفتوا قلوبكم وأنصتوا إلى رغباتكم لا أحد؟ بيعت إذن إلى الرجل الوسيم الملتحي دبوس الشعر هذا من نصيبك يا سيدي والآن بخصوص قطعتنا الثالثة ونشكركم مرة أخرى على جعل دائرة المال حدثاً ناجحاً عسى أن تظل جيوبكم دوماً عامرة وقلوبكم تواقة رأيت هدوءها وسماحتها مثل نجمة وحيدة تلمع في ليل مظلم فليحفظ الله الخليل ليتني أستطيع التكلم معها فقط مستحيل
سمعت أن أعضاء فريق الرجال هم فقط من يستطيعون مقابلتها. لدي موعد مع الخازنة، تنحى جانباً. آسف، تعليماتي كانت واضحة، دون مشبك لا يمكنك الدخول. هل تعرف من أنا؟ يجب أن أتحدث إلى الخازنة، لقد دعيت، استدعيت. السلام عليكم، لقد جئت لأرى الخازنة. لأي شأن؟ عندي هدية للخازنة إذا كانت ستراني. لا يسمح بالدخول إلا لأعضاء نقود العاج، بلا مشبك لن تدخل. سلع من جميع أنحاء العالم ونقود كثيرة في جنوبنا. قاتلت أولئك الشاحبين ذوي الشعر. أجل أنت، وقد قتلت بضعا منهم، إنهم محاربون شرسون وماهرون. ماذا؟ وكذلك مرحبا، تسرني رؤيتك. ما المتاح اليوم؟ إليك ما أتاني.
نافعة جدا. أيحتاج عتادك إصلاحا؟ خيار سديد. أساعدك في شيء آخر. يجب أن أنصرف. كن بخير. جميعاً هناك ما يكفي لإجماع جيش. في الحقيقة إنهم أفضل زبائني. أيها الناس اسمعوا وعوا، هل سمعتم آراءً متعاطفةً مع المتمردين؟ كلمات طيبة للرقيق الذين هربوا من أسيادهم وتركوا واجبهم؟ يسعى العلماء بالسرقة؟ بل أنت الذي يمكن أن يسرقني. امشي في جميع أنحاء مدينة السلام وسترى. سعري. بن علي كم فاهمين من استخلاص السيارة؟ ثمة طائفة من نوع ما تباشر عملها في جندي قنصرين وحمص. لقد فقد العديد من رجاله. السلام عليكم. أنت مجدداً، ماذا تريد؟ عندي هدية للخازنة إذا كانت ستراني. لا يسمح بالدخول إلا لأعضاء نقود العاج. بلا مشبك لن تدخل. على الأرجح أنجبت إحدى كلمات.
إلى بالشرطة جراءً منذ قليل. سأجعل شاید به کار بیاید. نه نه یه هم حطات مياه نیافا یجری توسیعها لم ارا مقیاس هذا إثبات على أنني من طائفة التجار. انظري، أرأيتِ؟ تريد ثلاثة أكياس من الزعفران، واثنين من الفانيلا، وزجاجة عسل دون دفع قطعة نقد واحدة؟ مستحيل. هراء، هذا مضيعة لوقتي. مرحبا، أتريد توابل؟ هل لديك مشكلات مع الزبائن؟ ليس أكثر من المعتاد. هؤلاء القادمون من نقود العاج يخالون أنفسهم وكلاء الله في الأرض. أتقولين نقود العاج؟ لا ينبغي أن أتحدث عن ذلك، لا أعرف الكثير حقاً. أياً ما تعرفينه قد يساعدني. حسناً، لن يضر إخبارك بما أعرفه. نقود العاج طائفة تجار حصرية يحملون مشبكاً يتيح لهم الوصول إلى أماكن محددة. كيف تحصلين على هذا المشبك؟ سمعت أن طائفة نقود العاج لا تضم سوى وجهاء التجار، ولا يمكن دعوتك إلا عن طريق عضو آخر. يظنون أن مكانتهم تمنحهم الإذن بأخذ السلع دون نقود. أرأيت غروراً كهذا من قبل؟ هذا متوقع في الكرخ، شكراً لك. لا دخول بلا مشبك، تعرف كيف تسير الأمور. أجل، لكنني تركت مشبكي بالداخل. ألا ترى المشكلة هنا؟ دون مشبك لا يمكنك الدخول. لعنك الله. طائفة حصرية لتجار الطبقة العليا. كان يجب أن أتوقع وجود هذا.
حجرة التحف ملاذ للخازنة، أحتاج إلى العثور على طريق للدخول. لا أكترث بما يتوجب عليك فعله، احرقهم أو اقتل كلابهم إن اضطررت. مفهوم يا سيدي، سوف نستعيد نقودك من متجر التاجر غدا. لما ليس اليوم؟ أنتم تصبحون أقل كفاءة كل يوم، لا طائل منكم. إليك أيها الكلب! ماذا كان ذلك، ها؟ أن هذا مشبك نقود العاج. براق، لدي الحليتان، سيتعين على الحارس أن يسمح لي بالدخول الآن. Thank you.
لديهم ورائحة زهور اللوز أو الياسمين في الرياح. نغص علي حياتي الارتداء الأبيض من الآن فصاعدا سأرتدي الهاء. السلام عليكم. أنت مجدداً، ماذا تريد؟ عندي شيء تريده، دبوس شعر صيني من المزاد، ومعي أيضاً مشبكي. حسناً، يمكنك الدخول. من هنا سيدي. كنت أتطلع إلى مقابلة الخازنة، إنه لشرف عظيم. بالتأكيد، إنها مشغولة، إنها لا تظهر إلا في مناسبات نادرة. لم أرى كنوزاً عديدة في مكان واحد هكذا. هذا رديء الصنع، السائل ماذا كنت حقاً كبيراً كما تدعي. هذا الصحن لا يقدر بثمن ذلك. أيتها الخازنة، لو أنك فقط. إنها أترك الزهرية، لكن أبعد الصحن عن ناظريه لتتناول كلاب السوق فيه طعامها. إن شروطها شديدة الصعوبة، يجب أن يحذر المرء ألا يتعرض للعض بالداخل. امتنع من فضلك عن الكلام عن الخازنة بما لا يليق. يمكنك الدخول. وجهك غير مألوف. اسمي باسم، جئت بغداد حديثا، لكن ليس بغرض التجارة. معظم تجارتي في التحف والمقتنيات الفاخرة. نظرتك للتفاصيل دقيقة. ماذا أحضرت لي يا باسم؟ تعرفين ما أحضرته. رجل يحب التعامل الجاد، تعال أرني إياه. بديع، هل سبق أن رأيت شيئاً كهذا؟ بهذه المثالية والدقة؟ لا، لكنني مندهش لأن ذلك لم يسبق لك. لدي ولع بهذه الأشياء. في طفولتي ربطت مع أخواتي شعرنا بالعيدان وزيناه بالحصى. تظاهرت بأنها أندر الأحجار الكريمة. لم نمتلك شيئاً، لكن شعرنا أن لدينا كل شيء. ثمة أسباب تدفع الناس للقائي من أجل نصيحة أو للشعور بالسلطة، وغالباً لكسب ودي. ما سبب مجيئك يا باسم؟ بصفتي جامعة تحف زميلاً، لقد سمعت من الآخرين الكثير عنك، عن ترفك وذوقك. أرغب في التعلم. هل قالوا إنني كنت محظوظة؟ كما أكره هذه الكلمة. عندما وصلت إلى بغداد أول مرة كنت من بين الذين يبحثون عن الثروة، أما الآن فقد أصبح الشرق نفسه كالخاتم في إصبعي. حفرت طريقي بأظافري بينما استسلم الكثيرون وفضلوا الابتعاد عن المشقة، أما أنا فلا أمانع ببعض الخدوش والقليل من الدم. لا شك أنك عقدت صلات مع من التقيت بهم وساعدوك في الوصول إلى مكانتك. بغض النظر عما يقال، ما حك جلدك مثل ظفرك، لا ظفر غيرك. كل
كل شيء يزدهر عندما تتآلف الأسرة. الأسرة كلمة فارغة من المعنى وأفرغ منها الأفكار. وحدها النفس تنصت إلى أعمقها مسات روحك وتتقبلك كلك. لا أحد يعيش وحده، لكننا نموت وحيدين. في نهاية المطاف نحن قطعا وببساطة وحيدون حقا. وجدت. انتظروا أوامري. أغلت راس داستون.
باسم، كيف أبليت؟ تضج الشوارع بالحديث عن المزاد. انتشرت الشائعات بسرعة، تبين أنها هذه المرأة نين، امرأة تتحكم بالأمور، لابد وأغضبت الكثيرين. أغضبتهم واستعبدتهم على حد سواء، لا عجب في أنها أبقت هويتها طي الكتمان. الآن يرتجف أثرياء الطبقة العليا الأوغاد في أرديتهم الحريرية، متسائلين إن كانوا هم اللاحقون. لن يتوقف التنظيم عند هذا الحد، إذا وصلوا إلى الشرق فلن نعرف إلى أي مدى سيصلون. هل رأيته؟ الجني؟ لقد رحل الآن، لقد رحل. استرح ما دمت تستطيع، عملنا لم ينتهي بعد. So there you have it, another episode of Assassin's Creed Mirage. If you enjoyed this episode, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe for more episodes. Thanks for watching, and see you in the next one.